من هو النبي الذي قتلته امرأة فاجرة وقطعت رأسه؟ وكيف تكلمت رأسه؟ وبما عاقب الله تلك المرأة الملعونة؟ اليوم سنعيش مع قصة تنفطر لها القلوب وتبكي لها العيون ويهتز لها الكون بأكمله. معلومة من التاريخ الإسلامي. هي قصة نبي قتل من أجل امرأة فاجرة، فسلط الله عليهم ملكا من الجبابرة فقتل منهم 70,000 رجلا، فانشقت الأرض تحتهم حتى قطعت أبدانهم. يقول الله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكان نبي الله يحيى عليه السلام كثير التضرع والعبادة والبكاء من خشية الله تعالى، فكان رجلا متواضعا تقيا ولم يكن جبارا عصيا، فكان يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم المسجد، فقعد مشرفا عليهم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الله أمرني وأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة والصدقة وذكر الله عز وجل كثيرا، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وكان هناك ملكا ظالما طاغيا يريد أن يتزوج ببعض محارمه مما لا يحل له تزوجها، فكان يريد الزواج من بنت أخيه، فنهاه نبي الله يحيى عليه السلام عن ذلك وقال له: هي لا تحل لك. فغضبت المرأة غضبا شديدا واشتعل قلبها حقدا وغلا، وكان بينها وبين الملك ما يحبه منها، فقالت للملك: وماذا نفعل بيحيى بعد أن رفض زواجنا؟ فقال لها الملك: تمني علي ما تريدي. قالت: أريد رأس يحيى على طبق. فقال لها: ويحك، سليني غير هذا الطلب. فقالت له: لا أريد غير هذا، وإني لن أنصاع إلى فتواه، وإن هذا مهري. فلما رفض الطلب زين له الشيطان سوء عملها وطلبها، فأمر الملك الطاغي بقتل يحيى عليه السلام. فقتل يحيى عليه السلام وهو يصلي بجوار أبيه زكريا، فذبح ذبحا، وجاءوا إلى الملك برأسه في طبق والدم ينزف منها، فقدمها الملك إلى المرأة اللعينة. فلما رأت رأس نبي الله يحيى عليه السلام قالت: اليوم قد قرت عيني. فحينها أنطق الله سبحانه وتعالى رأس النبي الذبيح يحيى عليه السلام لتقول لهم: لا تحل لا تحل. فأخذت الطبق وبه الرأس الشريفة وذهبت إلى أمها، فخسف الله بها الأرض وابتلعتها، فأخذت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن، ثم خسف بها إلى منكبيها. فأدركت الأم أن ابنتها ميتة لا محالة، فأمرت السياف أن يقوم بقطع رأس ابنتها لتتسلى بها ولا تغيب عنها. حينها ضربها السياف وقطع عنقها، وعند ذلك لفظتها الأرض خارجها. وقيل إن الأرض خسفت بكل أهل تلك المرأة وملكها، ولم يزل دم نبي الله يحيى عليه السلام يغلي ويفور، حتى سلط الله عليهم بخت نصر وهو أحد ملوك بابل، فجاءته امرأة فدلته على دم يحيى عليه السلام وهو يغلي ويفور، فسأل عنه فأخبرته بقصته، فألقى الله تعالى في قلبه أن يقتل منهم عددا على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم 70,000 حتى سكن دم يحيى عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له: يا أبا يحيى، خبرني عن قتلك كيف كان، ولم قتلك بنو إسرائيل؟ قال: يا محمد، أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه، وكان أجملهم وأصبحهم وجها، وكان كما قال الله تعالى: وسيدا وحصورا، وكان لا يحتاج إلى النساء، فهوته امرأة ملك بني إسرائيل وكانت بغية،
فأرسلت إليه وعصمه الله تعالى وامتنع يحيى وأبى عليها، فأجمعت على قتل يحيى عليه السلام. وكان لهم عيد يجتمعون فيه كل عام، وكان سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب. فخرج الملك إلى العيد، فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبا، ولم تكن تفعل ذلك في الماضي. فلما شيعته قال الملك: سليني، فما سألتني شيئا إلا أعطيتك. قالت: لا أريد إلا دم يحيى بن زكريا. قال لها: ويحك، سليني غيره. قالت: هو ذاك. فقال لها الملك: هو لك. فبعثت جلاوذتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلي، وأنا إلى جانبه أصلي. فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بلغ من صبرك؟ قال: ما انفلت من صلاتي. فلما حمل رأسه إليها ووضع بين يديها، فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته وحشمه. فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل: قد غضب إله زكريا لزكريا، فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا. فخرجوا لطلبي ليقتلوني، وجاءني نذير فهربت منهم، وكان إبليس أمامهم يدلهم علي. فلما تخوفت ألا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت: إلي إلي، وانصدعت لي ودخلت فيها، وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي، ثم التأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة. وجاءت بنو إسرائيل فقال لهم إبليس: أما رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه قد دخلها بسحره. فقال بنو إسرائيل: نحرق تلك الشجرة. فقال إبليس: شقوه بالمنشار شقا، فشققت مع الشجرة بالمنشار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدت له مسا أو وجعا؟ قال: لا، إنما وجدت ذلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دمتم في رعاية الله وأمنه. معلومة من التاريخ الإسلامي.